سالت العافيه مني واقفين حنا جوجنا، عطيت بقات العافيه مشينا للفرما بانوا لي جوج غاديين مركين، رجعت عند خويا بغينا نغلبوا على العافيه هي تطلع عليا الميكا قداتني صافي قلت لي تعال لا نحبسوا منا، حبسنا العافيه من هنا على الوليدات وعلى المحلات وعلى كل شيء بعدا نزحناهم الهجمات قطعنا ليهم مشاو دعوا الهيمه والله تبقاو حتى طلع النهار عاد جابوا منكم من هاد الجي منكم من فوق يا بوكي غادي ديري ما بقات الثقه ما والو راه ولا ما خويا ما نتيحوا نكذبوا ما عرفتهمش كن لا والو ما كاينش شي عداوه ابدا مع شي واحد هنا ابدا انا ما كنديرش العداوه كاع بالكل انا ما نخليت قنت منافري دي عند الناس كنخدم مع الناس ما نخليت تقنت معمر الله حاكني مع شي واحد تتحاكي في هيد ما عندنا فين نشكو حنا انهم هما كانوا عصابه هذاك اللي شادين خاصو هو اللي يجبد عباد الله اللي معاه اما هما باش يقولوا واحد اللي شاعل راه ما كاينش واحد اللي شاعل هو اللي خاصو يبرأ راسو ويجبد اللي معاه ماشي حنا اللي غنقولوا نتهموا هذا ولا هذا ولا هذا هو مادام هو شافوه الناس حنا ما شفناش الناس اللي شافوه قالوا راه هو كان غادي يحرق هو اللي خصو يجبد اللي كانوا معاه 9 سنوات وانا كنعاني بالمشاكل تقبل لي الزنك على راسي تهرس لي الشرجم على راسي طهت كل طوارو مشاو لي حويجي لحقت الرجال الامن وتا شي حق ما بالي كنتمنى من المسؤولين يبينوا لنا حقنا وهذا الشيء تحد ما بغيناش يبقى ان حنا عندنا ولادنا واش حنا غنبغيو ولادنا يديروا لهم هكا حنا طالبين هاد المره بحال بحال كيف هما كيف حنا حنا عندنا ولادنا واش غيبغيو يتغدوا عليهم ويتغلدوا عليهم كنتمنوا من المسؤولين هما يحقوا لنا هاد الشيء اللي هو كاين عندي هو هذا حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.